هاد الدري اللي كتشوفو قدامكم سميتو رضا. نهار 23 اكتوبر كيصيفط ليا ميساج على الانستغرام اللي صدمني بزاف. كيقول ليا فيه بان الاخ ديالو تعرض لحادثه سير خطيره بزاف. اليوم اللي كنهضر معاكم وليد راه خرج من لوبيتال الحمد لله على سلامتو وراه كيتعافى بشويه بشويه. كنتمنى انكم تدعيو ليه بالشفاء العاجل باش يوقف على رجليه ويكون مع ماما وخوه. من بعد ما ولات الامور مزيانه رضا جا عندي بغى يقصر معايا واحد الديفي، وداكشي علاش بغيت نبين لكم واحد اللقطه بالضبط في وسط الديفي اللي عجبتني بزاف وبغيت نبارطاجيها معكم، وكنتمنى حتى نتوما تعجبكم. هاد الكاسه نديرها في خاطر الكوادري ديالي، الى شاف الفيديو نشوفوا شنو يدير لا رياكسيون. شوف غير واش هاد لاكاس غاتصرف وياه. قول لي علاش جبتيني كاع هنايا. نعم هاز ضربو الخوادري انا والله الا هاز ضربو. يلاه وسالي عمر مسالي وياه. يا جول يا جول. او لا 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 فكر فكر بقاو لك جوج كواري فكر مزيان. سير 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 بركة مزيانة مزيانة. بوشون لا ما تبطيحش بوشون ديريكت كاينة كوريكسيون. بيان جوي يال هادي ديال الوالد. لا بغى الله شوية عليك يا وليد وليد ترعب وليد ترعب وليد اي لاف يو. بزاف ديال الحب في هذا الفيديو. كنشكركم بزاف وكنضرب لكم موعد في فيديو الجاي ان شاء الله.